دفاع قوي، مهم جدا انك تسجل، لكن الدفاع الدفاع في الوقت الذي يهرب ماهر. يا الله يا الله، سيف يوسف في لقطة الشوط الثاني كاد ماهر ان يضرب دفاعات النادي الاهلي بهفوة دفاعية من وليد عباس. الكرة الماضية خطأ من وليد يصنعها لماهر، لكن سيف يوسف سيف يوسف ما يرضى على وليد، ما يرضى على وليد، يتصدى لهذه الكرة ويثبت بأنه حاضرا في اللقطات الصعبة. كاد الوصل أن يقف في فترة يبحثون فيها عن الوقوف، سنقهار الوصل يوقف، الوصل يوقف مع الأفيد، الوصل يوقف فرقة الجهود في وقفة في الزابير. هو طار، هو طار وبدأ الإعصار، بدأ الإعصار. الله يا عرضية، الله يا ناسية، الله يا عفريت، الله على الفهود، الله على وقفة، الله على قفزة، الله على الكرة. راحت يا سيد، راحت يا سيد، مرت يا يوسف، الكرة في شباك النادي الأهلي. عاد الوصل، عاد الفهود، هدف للكبرياء، هدف للتاريخ، هدف للوصل، هدف للجمهور، هدف لما تبقى من روح لهذا الفريق، هدف يقفون به مرة أخرى في هذه القمة. يبقى الوصل حتى لو يرجع، يبقى الوصل حتى لو يتراجع، يبقى الذهب حتى لو يفقد الكثير، يفقد الكثير من بريق المواسم الماضية، من بريق الذهب يا هكتور كبر. يبقى الوصل في الوقت اللي شاهدنا فيه غلطة وليد عباس، أبعدها سيف يوسف، لكن كرة سنغافور من اللي يبعدها، يقف من خلالها الإمبراطور لتصبح النتيجة 1-1، 1-1. الوصل حتى لو في مشاكله، حتى لو في سوء، حتى لو في وضعيته، لا يقبل أن يخسر أمامه المتصدر النادي الأهلي حتى الآن، لتصبح النتيجة 1-1. كنا نقول بأن الشوط الثاني شبيه بالشوط الأول، وما زلت أقول ذلك. الوصل لم يتحسن كثيرا، لكن الكرات الثابتة، الحلول تأتي من الكرات الثابتة. الأهلي هل نشاهد له ردة فعل في شوط المباراة الثانية وما تبقى من وقت، أم أن هدف سيعطي للوصل معنويات كبيرة جدا للحصول على ما هو أكثر من نتيجة التعادل؟ هل يشعلون الدوري؟ هل يحرقون الدوري ويجعلون فارق النقطة مع الشباب والأهلي قبل الديربي ديرا؟ انظر إلى الأجواء في زعبيل، انظر إلى المدرجات التي لا تتوقف. عطهم الصوت يا بيتر، عطهم الصوت. جماهير الوصل الآن بالتشجيع بأهازيج من ضربة ركنية، يبغون ضربة راسية، هي راسية، الكرة بترجع والكرة بتروح، تصويبة من ماهر، لكن الكرة إلى خارج الملعب. 1-1، حضرت 7 مرات في تاريخ لقاءات الفريقين، آخرها في 2009 باري للنادي الأهلي، سعد سرور بالخطأ في مرمى سجل لهدف الوصل. لكن شوف جمهور الوصل، شوف جمهور الوصل اللي يحضر واللي يأتي واللي يردد متى الوصل قول، متى الوصل قول. أجيك وسابق الساعة، كم شمس غابت ولا أشوفك، شمس الضحى اللي تباريني، الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي، سيدك تراه الهوى سيدي. هكذا تردد الجماهير العاشقة الوفية، لكن الكرة الأرضية تصل إلى حارس المرمى، حارس المرمى أحمد محمود. الكرة بتعود الآن في الجهة اليمنى، واصل قوية مرة أخرى، استلمها محمد ناصر، دار فيها علي السالمين، علي السالمين بيلعب لكرة شوط ثاني، يشتعل بهدف سنغافور، يشتعل بكرة دارت في مرمى النادي الأهلي. سنغافور يحاول، سنغافور، لكن الكرة بيخلصها من أمام وليد عباس، طارت الكرة وتحول.
بدأ الإيقاف من الشوط الثاني الآن. هل بدأ الإيقاف من الشوط الثاني الآن؟ أي وضعية، أي أوضاع، أي مشهد في ملعب الزعبيل، أي وقفة للفهود، أي كبرياء يحاولون استعادته، أي شخصية يريدون تذكرها في هذا الوقت واستعادة ذاكرتها. عرضية، الكرة في القائم، يا رب عادت إلى علي سلمين، لكن الكرة بتتخلص، تعود من ماهر، وصلت إلى ياسر، وانتوم في الجهة اليسرى، ياسر عرضية، الكرة تعود إلى حارس المرمى سيف يوسف. 1-1، شوف الكرة الماضية والقائم الوصل الآن، معنويات ترتفع بعد الهدف، نشاط هجومي يتضح، وكرات من الضربات الركنية اللي حصل عليها الوسط في الشوط الثاني أكثر من الشوط الأول. النادي الأهلي حتى الآن كل هجومه في الشوط الثاني لم نعد نشاهد خطورة السياو وخطورة الحمادي، لكنهم يحاولون. شوف جرافيتي، شوف المعنويات، شوف ملعب الوسط الآن، شوف الجمهور الآن، يا لعيب يا عبد الله يا كاظم، يا سلام على البديل، الله على المهارة، الله على العرضية، مرة ماهر يلعب للكرة في مكان، يرسل الكرة إلى محمد جمال في الجهة اليسرى في مكان سليم، ماهر يا لعين، محمد جمال عرضية، وليد عباس، صدارة الأهلي في خطر، صدارة الأهلي تهتز الآن، تهتز في ملعب زعبيل. أي أجواء تحضر بجماهير تشجع بوقفة كبيرة من هذه الجماهير التي تأتي إلى هذا المكان لتذكر الوصل وتذكر لاعبيه بماذا يعني الوصل في تاريخ الكرة الإماراتية. سلامات يا بشير، سلامات يا بشير، الجهاز الطبي يدخل لكي يتلقى بشير علاج اللازم في فترة نشاهد فيها اللاعبين، والحكم يطمئنون على سلامة بشير سعيد. سلامات إن شاء الله. هذا يعقوب الحمادي، آخر ربع ساعة للوقت الأصلي، هدف يشعل أجواء المباراة. شوف الكرة العرضية، وشوف الضربة الركنية، شوف سنقهور وبشير سعيد، وهنا اللقطة التي اشترك فيها سنقهور والتي وقف من خلالها بشير سعيد. شوف هنا الضربة اللي كانت من سنقهور، وقف بشير، لكن سنقهور ما وقف، سنقهور هرب، سنقهور ضرب في اللقطة الماضية، والآن ضربة أخرى عرضية لكن مقطوعة، الكرة بتعود الآن من جديد. في اللقطة الماضية كان بشير سعيد ينظر إلى الحكم يطالب بالشيء، لكن الآن السياو، الكرة بتتحول، الوقت ينقضي، الوقت يمر، الوصل يعدل النتيجة، الوصل لا يريد شيئا على حسابه اليوم من المتصدر، الوصل 1، الأهلي 1 في هذه القمة. 76-77، محمد أبو الليل وعبد الرحمن العسيري ويعقوب بولو، مرة حسن روشان في مباراة 1-1، مرة منذر علي ويوسف عتيد 1-1، وفي 2001 فرهاد مجيدي وعيسى مراد، ومرة يوسف عتيد وفهد خميس، والآن السياو هدف، لكن سنقهور يعدل، هكذا التاريخ وهكذا الذكريات، والكرة العرضية يبعدها لويس خيمينيز. الأهلي سيظل متصدرا كما ذكرت أيا كانت النتيجة، ولكن الفارق سيصبح قريبا جدا مع النادي المنافس للنادي الأهلي فريق الشباب، فرق راح يكون نقطتين في حالة التعادل. المباراة لم تنتهي بعد، المباراة لم تنتهي بعد، الأهلي لم يقدم الأداء الذي قدم أمام الجزيرة في هذه المباراة، لكنه حتى هذه اللحظة ما زال متعادل. يعقوب الحمادي، هوجو فيانا، أحمد خليل، ودكة بدلاء جوزمان ستتحرك الآن في آخر ربع ساعة على الوقت الأصلي المتبقي. الجماهير تشجع، أجواء رائعة في الزعبيل في قمة أخرى من قمم دورينا. مكان الحمادي اللي قل في شوط المباراة الثاني، دكة الآن جوزمان تتحرك، بعد أن تحركت دكة هيكتور كوبر بأدوات هجومية وحلول هجومية، لكن الآن هوجو فيانا على الكرة العرضية، على الكرة العرضية بالفعل عالية، والرأسية تبعد من المدافع كوسك إلى خارج الملعب. ما زال في الوقت وقت، وما زالت الفرص مستمرة يا محمود، ضربة ركنية الآن
ضربة ركنية أوغو ديانا وكرة ثابتة يبحث جراتا والسياو وعباس وبشير للنادي الأهلي عن هدف آخر عن هدف يعودون به للمقدمة. كرة من أوغو ديانا لكن الله على دفاعات الوصل والإبعاد رأسية والدربكة الكرة بتبعد من ياسر سالم إلى خارج الملعب. رمية تماس رمية تماس دورينا ممتع ممتع هذا الموسم في الكثير من المباريات في الكثير من المباريات الكرة بتتحول لكن حقيقة حقيقة لم يعد متابعا لم يكن متابعا بشكل كبير بالذات من الجماهير اللي خارج دولة الإمارات في الكثير من القمم بسبب مسألة التشفير. الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى وإلا كنا سنستمع ونشاهد ردة فعل كبيرة على الكثير من القمم في دورينا في هذا الموسم ونشاهد طبعا مسألة التشفير رسمة ضد المسألة ولكن نوعية تطبيق مسألة ليست كل القمم يجب أن تشفر. الأهلي متصدر الدوري 7 مباريات مشفرة وهذه الثامنة طبعا حتى جماهير الأهلي وجماهير الأهلي لها الحق في مشاهدة فريقها ممكن مباريات تشفر لكن أن تشفر 7 مباريات لفريق واحد وهذه هي المباراة الثامنة أو المباراة المقبلة أمام الشباب ستكون المباراة الثامنة مشفرة وبالتالي يجب أن يكون هناك تنوع في مسألة اختيار المباريات وأن لا تكون كل القمم. والله حرام يجب أن نسوق دورينا بشكل مناسب أن يرى الجميع مبارياتنا قممنا الكثير من المتابعين اللي فقدناهم في هذا الموسم. أحد اللاعبين يطلع على أرضية الملعب سلامات إن شاء الله. آخر 13 دقيقة هذا الوصل وجمهوره جماهير الذهب فريق يغيب لكن مدرج لا يغيب ولسان حاله يقول لا يطول غيابك ثم آخذ عليه لا يطول غيابك. ينتظرون عودة الوصل ويتذكرون موسم الثنائية في 2007 عندما اصطبغ موسمنا باللون الأصفر وبلون الذهب. الآن يعودون في شوط المباراة الثاني بهدف لسنغافورة بكرة عرضية وثابتة كانت وارتقاء رائع جدا كوزمن. الآن يتابع الأهلي الكرة بتصل إلى سنغافورة يحاول فيها عمرو مبارك الكرة مشير إلى استمرارها حكم المباراة وسط احتجاج جرافا بينزلها خيمينيز استلم لكن الخطأ على لويس خيمينيز انتهت المباراة بهذه النتيجة سيرتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ولكن سيكون هذا الثالث تعادل على التوالي بعد تعادل الشارجة وتعادل الجزيرة في الوقت الذي يستفيد فيه المطاردون سواء نادي الشباب سواء نادي العين والفاز بمباراة الشارجة وبنياس واللي تقام في نفس توقيت هذا اللقاء. دورينا يشتعل حتى الآن مثير حتى الآن ونحن في الجولة التاسعة من بطولة دوري الخليج العربي. كرة تصل إلى السياو السياو بيلعب لكرة في المساحة إلى أحمد خليل إلى الريد كارد الذي يشارك بديلا للحمادي. هذا أحمد خليل واحد من اللاعبين اللي سجلوا أهداف 4 في المباراة الماضية أو آخر مباراة جمعة الفريقين في الموسم الماضي. شوف محمد ناصر شوف سنغافورة شوف عبد الله كاظم البديل يشارك في شوط المباراة الثاني. تغييرات هكتور كوبر الهجومية بعد خروج خليفة عبد الله مصابا متألما وخروج فهد حديد. هذا عبد الله كاظم موهوب لعيب لعيب. الكرة بتتحول الآن في نص الملعب في نص الملعب فيها صافرة وخطأ. شوف اللقطة الماضية شوف عبد الله كاظم مو بس لعيب لا وعنده ثقة عنده ثقة بإمكانياته عنده ثقة يستلم ويلف على المدافع ويواجه المدافع ويلف المدافع. كرة بتصل إلى بشير بشير بيلعب لك كرة في مكان خيمينيز يحاول أو هو كوفيانا. الكرة بتتحول إلى رمية تماس أحمد خليل عالية وطويلة يحاول فيها لكن المدافع ياسر سالم يبعد الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لمصلحة النادي الأهلي. آخر 10 دقائق للرقم 10 خيمينيز وبقية الزملاء فيما تبقى من الوقت الأصلي. سنشاهد الآن
آخر 10 دقائق لويس خيمينيز على تنفيذ الكرة الثابتة على يمين حارس المرمى. لويس خيمينيز يلعب للكرة، البحث عن الرأسية، هنا المتابعة، الله يا عبد الله الكاظم على التحذير على الدوران الخطأ حكم المباراة غريب، والخطأ يحتسب لمصلحة فريق الوصل. شايف اللقطة الماضية وشايف هنا وحيد إسماعيل وشايف هنا يعقوب الحمادي، والإنذار الإنذار يحتسب في اللقطة الماضية على عامر مبارك في غياب ماجد حسن بسبب الإيقاف. يبقى أكبر فوز للوصل 4-0 مرتين، مرتين طبعا في الكاس فازوا 5-1 لكن في الدوري 4-0 مرتين في 2003-2004 مجيدي فيروز وحيدي وعبيد في تلك المباراة، وفي 90 إبراهيم السرور فهد خميس هدفين فاروق عبد الرحمن. لكن أكبر انتصار للأهلي كان 6-2 هاتريك خيمينيز، هدف ليوسف واصف، هدف لجرافيتي، هدف للحمادي، ومباراة أيضا 4-0 في الموسم الماضي للنادي الأهلي، ومباراة 4-1 من أكبر انتصارات للنادي الأهلي. كرة بتعود الآن إلى جرافة، جرافة لم يظهر كثيرا في هذه المباراة حقيقة، كرة الآن بتتمرر، يا السلام على التفويت، خيمينيز مررها خطيرة للسياو، خطيرة للأهلي، سياو الآن، سياو وقف، سياو عرض، الكرة بتدور والمدافع من الكوسة تبعد الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، ضربة ركنية يشير إليها أحمد الراشدي. شوط ثاني، هدف سنغافورة يشعل ما تبقى من زمنه في توقيت وسط مراقبة كل أنصار الجماهير الشبابية والعينوية وجماهير الفرق الأخرى التي تنتظر تعثر المتصدر الوصل يشعل الدوري. إلا إذا خيمينيز عرضية مرت، مرت الآن، عادت الكرة إلى بشير، بشير عرضها، لكن الله على الروح، الله على العفريت، الله على سنغافورة، الكرة بتصل في نص الملعب، الكرة العالية الآن لمصلحة الأهلي، جرافة يرتقي، جرافة يلعبها، لكن الكرة بتأتي للعارضة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، تعدي الدقائق ولا ما تعدي؟ تعدي الدقائق ولا ما تعدي؟ هذا لسان حال جماهير الدوري باستثناء جماهير النادي الأهلي. الكرة بتتحول إلى ضربة مرمى عن طريق أحمد محمود، بيرسل كرة، أداء كبير للوصل في شوط المباراة الثانية، أتكلم على مستوى الروح، على مستوى الإحساس بالمسؤولية، على مستوى الرغبة في التعديل، على مستوى رفض الخسارة، على مستوى محاولة مصالحة الجماهير وتقديم اعتذار لكل جماهير الوصل. لكن حقيقة أقولها، جمهور الوصل، الجمهور الذي يقف في هذا الوقت الصعب مع فريقه في هذه الأيام الحرجة التي يمر بها هذا الكيان، في هذه الأيام التي اهتز فيها البيت الوصلاوي، ويأتي كل هذا الجمهور في هذا اليوم وفي هذا المشهد، جمهور يستحق الاحترام والتقدير حقيقة. كرة بتتحول الآن في نص الملعب، تعود الكرة في مكان خطفها السياو، لكن الله على محمد جمال، محمد ناصر مشاها، عبد الله كاظم، عبد الله كاظم لعيب، لعب على لاعب يروح، عبد الله كاظم الكرة معاه، لعب على لاعب يروح، يروح يروح الكرة معاه، يفضل التمرير، محمد ناصر يا رب، حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. 5 دقائق كل ما تبقى على الوقت الأصلي من زمن هذه القمة، السياو يحاول، الأهلي يحاول، الجرافيتي حظا لكنها طالت، طالت على جرافة، الكرة كانت من أحمد خليل، هذا أحمد خليل يستردها، الريد كارد، الريد كارد وقف عليها، لكن الكرة بالطول، الكرة بتتخلص، يستردها أحمد خليل، الحكم يحتسب خطأ، خطأ لمصلحة علي سلمين، هذا يعقوب الحمادي والكرة والخطأ اللي يحتسب حكم المباراة. شوف تسديدة محمد ناصر، كرة ثابتة الآن، الله على الأجواء التي نشاهدها في زعبيل، سنغافورة نزلها، محمد ناصر مستحيل مستحيل، هذه كيف تضيع، هدف النقاط الثلاث، هدف الفوز يا محمد ناصر، كرة بتروح الآن، كرة بتتمرر، يا السلام، خيمينيز لمسة
الحساب. السياو لو عدى دفع من السياو والخطأ لمصلحة فريق الوصل. ماذا يحدث للنادي الأهلي؟ شوط ثاني يغيب فيه هجومهم، شوط ثاني يتراجع فيه والفريق وتتراجع قوتهم. يستقبلون هدفا، ثلاث مباريات فيها من التعادلات الآن. حتى الآن خيمينيز خارج نطاق الأهلي وليس الخدمة فقط، خارج نطاق الأهلي. ثلاث مباريات متتالية كانوا يحتاجون فيها لويس خيمينيز. يشارك الآن أمير حسين في تغييرات المدرب الروماني كوزما، لكن الله على مباراة، الله على أجواء، الله على حضور جماهيري على ختام الجولة التاسعة من بطولة دورينا. الكرة بتتحول الآن، الكرة من سنغافورة، العفريت بيعدي، الكرة في السطر وخطأ، الخطأ لمصلحة سنغافورة. شوط كبير لسنغافورة، شوط كبير، شوط فيه شيء من سنغافورة السابق. هيكتور كوبر يقف في الوقت الذي شاف فيه وتابع وقفة الفهود. هنا سنغافورة اللي براسم ذكرهم براسيات الفهد، ذكرهم بكرات الأسمر فهد خميس. كرة ثابتة للوصل، كرة ثابتة من مسافة بعيدة، لكن سنغافورة ومحمد ناصر على هذه الكرة. محمد ناصر قال خلوها، أنا ألعب مع الأهلي بذكريات ديربي ديرة لما كنت ألعب مع شباب. محمد ناصر قال خلوا الأهلي علي، خلوا الكرة ثابتة. يفكروا أن يقدم خدمة للوصل وخدمة لسنواته الماضية مع الشباب. محمد ناصر بذكريات ديربي ديرة وبشعار الإمبراطور. محمد ناصر على تنفيذ الكرة الثابتة. يا رب سفيون، سفيون، الله متابع، الله الفهود وأشعلوا دورينا وأحرقوا الدوري. حتى الآن صدارة النادي الأهلي تهتز، صدارة الأهلي في خطر. ماذا يقول الحكم؟ الأهلي يقترب من أول خسارة في دورينا بأمر من الإمبراطور. حتى الآن يا لها من أجواء، يا لها من لحظات، يا لها من دقائق، يا له من ملعب يشتعل هنا في زعبيل. الوصل يستعيد الذكريات. شوف الفهود، سيف يوسف بصد الأولى، لكن الثانية من ماهر بصد السيف، الثالثة ثابتة ماهر جاسم. الوصل يتقدم، الأهلي يتعرض حتى الآن للخسارة الأولى في دورينا. انتهت المباراة بهذه النتيجة بأمر من الإمبراطور. الله على قمة البركان، أمامه فوهت بركان أصفر وأحمر. هذه الألوان يا كوبر، هذه الألوان يا هيكتور، هذه الألوان التي يطغى فيها لون الشمس، لون الذهب، لون الماضي، لون التاريخ، اللون الذي يرفض أن يخسر ويصالح جماهيره بعد خسارة كانت ثقيلة أمام النصر. كرة طويلة إلى الأمام، تعود الكرة في الجهة اليسرى. 4 دقائق وقت بدل ضايع، فيها ما فيها يا كوزمن. كوزمن هل بدأ تنفيذ الإيقاف من اليوم؟ هل بدأ الوصل
أمر تنفيذ الإيقاف. أيوة وضاع صعبة الأمر بالنسبة للنادي الأهلي بعد أن تعثروا في تعادلين في الجولتين الماضية. نعم سيبقى الأهلي متصدر لكن بفارق نقطة قبل ديربي ديرة. أيوة ديربي يشتعل قبل أن يأتي بأسبوع، يشتعل الآن الفارق نقطة واحدة بين الفريقين. العين في المركز الثالث إلا إذا فاز أحد الفريقين في مباراة الشارجة وبنياس. الآن الحكم يقول لا قوم، هنا سيف يوسف، هنا هكتر كوبر، هنا الوصل في الليلة التي قابلوا فيها المتصدر، وصلوا إلى وصلهم، إلى انتصارهم، إلى نقاطهم، إلى فرحتهم. كرة من جرافيتي في الجهة اليمنى، الكرة تتحول إلى خارج الملعب، ضربة عمارة، سلامات أحد لاعبي الوسط على أرضية الملعب، هنا أحمد الراشدي. أربع دقائق كوقت بدل ضايع، لكن لا، يا سلام على الأجواء، على الكرة، على المشاهدة، على الرغبة، على الروح، على الإصرار. أيوه مباراة قدمها الوصل، وأي شعار يطلقونه ليس على حسابنا يا أهلاوي، هكذا يردد كل وصلاوي في مباراة اليوم. والآن بهزوجة واحدة وبصوت واحد، أصفر أصفر أصفر، تغيير آخر، خروج عمرو مبارك ودخول سالم خميس، نلعب في وقت بدل ضايع مشاهدينا متابعينا، تغييرات كوزمان الأخيرة. الوصل يحرق الدوري ويوقف المتصدر حتى الآن، حتى هذه اللحظة. كرة بتتحول إلى ضربة مرمى، وحيد إسماعيل اللي تلقى العلاج اللازم، يحاول بالتأكيد أن يستثمر الوقت. الآن الأعصاب، الآن الأوضاع، الآن الحلول، الآن النتيجة. انظروا إلى العيون، للخوف عينان كبيرتان، هكذا يقال يا كوزمان، يفكر في خسارته حتى الآن، يفكر في العقوبة، يفكر في تراجع الفريق، يفكر في ديربي ديرة مع الشباب، يفكر في أمور كثيرة. لكن هل يتكرر سيناريو مباراة الجزيرة الذي عاد فيها أوليفييرا بالتعادل أمام الأهلي في اللحظة الأخيرة؟ هل يكون لكرة هوغو فيانا أمر وللنادي الأهلي أمر في الوقت الأخير؟ هوغو فيانا عرضية، لكن الوصل يبعد الكرة، الكرة بتتحول الآن من جديد في نص الملعب. عادت الكرة مرة أخرى، تعود الكرة عن طريق اللاعب بشير، بشير بالكعب يرسل الكرة إلى هوغو فيانا، هوغو فيانا الكرة بتعدي المتابعة الآن، راية وتسلل قبل ذلك، مع أن الكرة الماضية كيف تضيع؟ لا يمكن يا وليد، وانت اللي صرت هداف في الفترة الماضية، لكن أحمد الراشدي كان يشير إلى الراية في الوقت الذي ما زالت فيه كل الرايات الصفراء مرفوعة هنا في هذا المكان، في هذا الملعب، هنا في زعبيل. جمهور الوصل، جمهور الوصل مع فريقهم يقدمون مباراة للتاريخ حتى الآن. جرافيتي اللي كان في موقف تسلل ولحظة خروج الكرة، ترك جرافيتي في تغيير اللاعب رقم 13. شوف كوزمان كان يحتاج على قرار المساعد في اللحظة الماضية، لاعب رقم 13 الآن للوصل، حمد حسني يشارك الآن كتغيير في الوقت الذي يحاول فيه حمد ناصر، سدد الكرة الثابتة، سدد الكرة الثابتة بعدها سيف يوسف، لكن الكرة مرة وتحولت الآن، الكرة بتتحول إلى الكرة ثابتة لمصلحة الأهلي. يعقوب الحمادي في اللقطات الأخيرة واللحظة الأخيرة، عرضية أحمد خليل، رأسية، المتابعة الآن، وقوف على الكرة، كرة بتعود في الجهة اليسرى، صنقور الأخيرة يا أهلي، عرضية، الكرة مقطوعة، الكرة بتصل، يوم للفهود، الكرة يا السلام على المرور من حمد الحسني، الكرة بتتحول إلى سطر الخطأ، خطأ كوزمان يكاد أن يجن، يكاد أن يجن في أجواء الملعب، كل واقف، والآن الخطأ لمصلحة الوصل. شوف اللقطات، شوف الجماهير، شوف اللحظات، شوف اللقطات، شوف المتابعة الآن المستمرة من المدرب كوزمان. الأهلي يقف للمرة الأولى في دورينا بأمر من الإمبراطور، بأمر من الوصل، فهود وزعبيل تقف يا هيك.
أحياء الوصل، تاريخ الوصل، بالشعار لعبهم، بالروح لعبهم، بالماضي لعبهم، للجماهير لعبهم، للاعتذار، للمصالحة، لكل ما كانوا يقدمونهم ويتذكرونهم في السنوات الماضية. الوصل يقلب النتيجة ويقلب الدوري. حتى الآن الأهلي يتلقى الخسارة الأولى، لكنه يبقى في الصدارة بفارق نقطة عن الشباب، بفارق نقطة قبل ديربي ديرة. مبروك للفهود، هذا المستوى، هذا الظهور، هذه الروح. مبروك للوصل والجماهير. هارتك للنادي الأهلي، لكل جماهيرهم وللاعبين. هذه الحسرة وهذه الخسارة الأولى في دورينا. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذه القمة، على أمل بأن نلتقي في قمم أخرى ومباريات أخرى وذكريات أخرى من ذكريات دورينا. تقبلوا تحياتي محدثكم.